بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن فصيلة من فصائل الأسماك التي تعيش في البحر. طبعا هذه فصيلة تنتشر في أمريكا الجنوبية وأيضا بشتى مناطق العالم، ممكن تكون متواجدة في جانب الشاطئ، وعادة يعني لا تعيش في أعماق البحر كونها يعني لا تتحمل الضغط القوي جدا على جسمها. وطبعا هذه العينة من العينات الجميلة جدا، كوني أخذت منها يعني أحب أدرس الأمراض المتواجدة في جسم المخلوقات الحية. وأنا أنصح يعني محبين الأسماك ودراسة علم الأسماك بدراسة شتى الأسماك أو المخلوقات البحرية، لأن صراحة تخصص قوي جدا وتخصص خصب من ناحية يعني التنوع الحيوي المتواجد في البحار والمناطق المائية العامة مثل البرك المائية أو الأنهار أو يعني المستنقعات والبحار والشواطئ. ممكن تلقى عينات كثيرة ومخلوقات كثيرة مهمة وجديدة أيضا. وأنا أنصحكم يعني بدراسة المخلوقات من الناحية التشريحية، لأن هذا من الناحية التشريحية يكون أدق وتفصيل أكثر. طبعا هذه الأسماك تتغذى على الأنسجة النباتية والأنسجة الحيوانية، وعادة يعني تتغذى على العوالق بشكل عام، والعوالق هي عبارة عن مخلوقات صغيرة جدا قد ترجع إلى مخلوقات صغيرة ومجهرية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.